إشراقة فجر السينما العربية حتى الألفية الثالثة، تاريخ يتزاوج فيه الأبيض والأسود والألوان السينمائية، عالم لمعت فيه روايات وحكايات نادرة، كلاسيكية وحديثة، كوميدية، رومانسية، اجتماعية، تشويقية وغنائية. هي كلمات، لحظات وأحلام نعيش معها، نرسم بسمة، دمعة وأمل جديد، تشعل مواجهات، صراعات ومواقف، وفي كل الحالات تحيي معنا بروائع أفلام من الأربعينات للألفينات. وجوه تألقت، أبدعت، حكايات وشخصيات نشعر بها، نبكي معها ونفرح لسعادتها، لحظات نشتاق إليها يوما بعد يوم لنعيش معكم ومعها. أجمل أوقات ذاكرة السينما بحاضرها ومستقبلها، وتحفظها بكل حب أكبر مكتبة سينمائية للأفلام العربية والمسرحيات الكوميدية والسهرات التلفزيونية. قناة سيما، تنوع وتفرد، إبداع وتميز. سيما هتفرق معاك.